وللحديث عن تفاقم أزمة المياه في العراق خاصة في محافظة ديالى وأثرها على الإنتاج الزراعي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحث والأكاديمي المختص بشؤون المياه والأنهار هيثم الخزعلي. مرحبا بك معنا سيد هيثم. يعني في ديالى وتحديدا في ناحية بهرز، الأهالي يقولون بأن 70 ألفا من أهالي ناحية بهرز دخلوا مرحلة العطش الحاد. برأيك ما الأسباب التي أوصلت الناحية وديالى بشكل عام إلى هذا المنحى الخطير من الفقر المائي؟ ابتداء نرحب بكم وبقناتكم الكريمة. الحقيقة أنه موضوع أزمة المياه هو موضوع عام يشمل كل العراق وليس فقط محافظة ديالى، هناك شح في المياه والدول المجاورة قطع بعضها قام بقطع الأنهار التي ترفد مناطق العراق، وبعضها قام بتحويل مسار الأنهار إلى داخل هذه البلدان المجاورة تقديما لمصالحها الوطنية، في حين أن العراق منذ 2003 ولحد الآن لم يقم بعملية تنظيم للسدود والخزانات وحتى ولو بناء سد واحد. نعم. قادر على تخزين المياه لوقت الحاجة، في حين تركيا قامت ببناء 22 سد في مشروع أليسو، وكردستان أيضا قامت ببناء 5 سدود، مما جعل منسوب المياه التي تصل إلى المحافظات التي تقع في وسط وجنوب العراق بانخفاض، خصوصا في فصل الصيف عندما تشح المياه. وبالتالي أعتقد أن المشكلة مركبة، المشكلة هي بعدم اتخاذ تدابير من الحكومة العراقية لتوفير ما هو المانع المياه من قبل هناك مشاريع ذاتية. ما هو المانع من قبل وزارة الموارد المائية ومن قبل السلطات الحكومية أن تتخذ الخطوات لتفادي هذه الكارثة المائية؟ الحقيقة الحكومات المتعاقبة لم تكن تملك فكرا لبناء التحتية الخطية وإيجاد قطاعات منتجة بخلاف القطاع النفطي، وحولت العراق إلى ضائع فقط للنفط وغير منتج، حتى أنه لم يتم إنتاج المشتقات النفطية الكثيرة التي ممكن أن تحقق أرباح مضاعفة للعراق من إنتاج البترول، واعتمدوا على بيع الكرود أويل النفط الخام، وبفترات كانت الولايات المتحدة ترفع أسعار النفط من أجل زيادة أرباح النفط الصافي في الولايات المتحدة وصلت إلى 110. هذا أغرى الحكومات العراقية بإهمال كل القطاعات واتجاه نحو النفط، أضف إلى ذلك الفساد والمحاصصة الحزبية التي جاءت بوزراء غير أكفاء على هذه الوزارات، عدم الشعور بالمسؤولية من قبل المسؤولين والحكومات. نعم. وإحساسهم بأن قطاع الزراعة غير مهم على اعتبار أن العراق يستورد حتى الطماطم من دول. نعم. الجوار، وبالتالي معالجة هذه المشكلة لابد أن تتم من الداخل. أنت أشرت إلى أستاذ هيثم إلى موضوع استيراد البضائع الزراعية من الخارج، يعني هناك من يرى بأن السياسة المائية التي أوصلت يعني بشكل خاص محافظة ديالى وبشكل عام في المحافظات العراقية إلى هذا الوضع هي مقصودة لتدمير الزراعة من أجل مصالح جهات حزبية تتعاون مع دول خارجية لكسب أموال على حساب الثروة الوطنية. أقول لك بالحقيقة أنه ليس فقط الزراعة، حتى الصناعة. هناك لقاء متلفز لوزير الصناعة السابق السيد الدغاجي يقول أن مهمتي في وزارة الصناعة كانت تأتي بعض الشخصيات السياسية لي فقط لا تشغل الصناعة، تبقى العراق بلد مستورد. للأسف سياسيون أغلبهم مرتبطين بدول الإقليم وربما يمثلون هذه الدول أكثر من تمثيلهم للشعب العراقي، لم يراعوا مصلحة العراق، وبالتالي أهملوا الجانب الصناعي. لدينا 50 ألف مصنع. نعم. مهدم. هذه السياسة استمرت إلى دولة متآكلة، لن يستطيع أي نظام قادم من اصطلاحها، واستمر 20-30 سنة
لأنه يحتاج إلى إعادة بناء دولة بشكل كامل، وهي ليست عملية إسقاط نظام، وإنما عملية إسقاط دولة عبر تحويلها إلى دولة متآكلة كل محرقتها متهرئة، وبالتالي وزارة المالية جزء من هذا الوزارات التي تعرضت لنفس المأساة منذ 2003 لحد الآن. نعم، الأستاذ هيثم الخزعلي الباحث والأكاديمي المختص كان معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.